إذن بالنسبة للتمرين الأول، يقوم سائق حافلة بتسليم بضائع في عدد من المدن المغربية ويستعمل الجدول لمعرفة المسافة التي يقطعها كل أسبوع بالكيلومتر. إذن هذا السائق كي يستطيع تدوين المسافات التي يقطعها يستعين بهذا الجدول اللي كيحدد لنا المسافة بين كل مدينة ومدينة. مثلا هنا لدينا المسافة بين مدينة الدار البيضاء وأكادير هي 500 كيلومتر، ثم المسافة بين فاس والدار البيضاء هي 290 كيلومتر، المسافة بين فاس وأكادير هي 790 كيلومتر، وهكذا بين طنجة وأكادير 905، بين طنجة والدار البيضاء 370 كيلومتر، بين طنجة وفاس 325. إذا مفهوم كيفية قراءة الجدول. نقوم بإسقاط، مثلا لدينا هنا 60 كيلومتر هي المسافة بين فاس ومكناس. إذا مثلا مسافة 1374 هي المسافة بين فاس والعيون. هكذا، إذا هكذا تتم قراءة الجدول. مثلا 140 هي المسافة بين مكناس والرباط. مثلا 1165 كيلومتر هي المسافة بين أكادير والداخلة. إذا هكذا تتم قراءة الجدول. إذا يستعين السائق بهذا الجدول لقراءة أو لمعرفة المسافة التي يقطعها. إذا في السؤال الأول لدينا أستعمل الجدول والمسار الذي يقطعه وأحسب المسافة في الأسبوع الأول. المسار الذي سلكه السائق هو انطلق من مدينة الدار البيضاء، ذهب إلى فاس، ثم من فاس ذهب إلى طنجة، ثم من طنجة ذهب إلى الدار البيضاء. إذا سنحسب المسافة من الدار البيضاء إلى فاس زائد المسافة من فاس إلى طنجة زائد المسافة من طنجة إلى الدار البيضاء، ونقوم بعملية الجمع. ثم في الأسبوع الثاني انطلق من الدار البيضاء إلى العيون، ثم من العيون إلى الداخلة، ثم من الداخلة إلى الدار البيضاء. إذا هنا سنحسب المسافة من الدار البيضاء إلى العيون زائد مسافة من العيون إلى الداخلة زائد المسافة من الداخلة إلى الدار البيضاء، ثم نضع عملية الجمع.